دايرين بخير؟ كي داير مع الصحه؟ لاباس عليكم؟ هانيين، اموركم بخير؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو جديد، يوم جديد ان شاء الله. اليوم الناس ان شاء الله غادي ندير معكم واحد تدبيره كنديرها انايا فسميتها في اللحم عندي، وكنديرها في المجمد وكتبقى عندي واحد المده. وقت اللي بغيتها كنحتاجها كنجبدها ان شاء الله. عندنا البنات هنايا عندنا كندير الكباب مقطع، وغندير ليه العطريه وكنديرو في المجمد. وقت اللي بغيتو كنجبدو كنخدم به. عندنا هنا البنات تقريبا شي 3 كيلو تاع اللحم احمر مقطع مربعات. غنديروا ليه البنات العطريه، غنديروا معلقه ديال التحميره فلفل احمر، وعندنا معلقه ديال الكركم خرقوم بلدي، وعندنا معلقه ديال الكمون، وعندنا نص معلقه ديال سكينجبير، وراس معلقه ديال فلفل اسود البزار. هذه البنات المقادير اللي عطيتكم في معلقه كبيره ديال هذه الكميه اللي انا عندي. بالنسبه لكم نتوما غديروا الكميه على حساب الكميه اللي عندكم نتوما. وعندنا الملح البنات على حساب الذوق، انا درت تقريبا معلقه صغيره عامره ديال الملحه. صافي البنات، هادو هما المقادير اللي عندنا. ما غنديروا فيها لا بصله لا ربيع لا حتى حاجه. صافي غادي نشدو هاد العطريه هادي وغادي نخلطوها البنات مع هاد اللحم مزيان تنسجم مع اللحم، وغادي نديرو ان شاء الله نقادوها وغادي نصوبوها، وانتم معايا في الفيديو تشوفوا ان شاء الله كيفاش كنصوبها. مهم البنات هاد اللحم اللي كنديروا ليه الطريقه هادي كيجي بنين ملي كتشويه البنات، كيجي داك اللحم بنين شارب العطريه ومنسجم معها مزيان. صافي هنا البنات كنخلطوها كيف قلت لكم مزيان حتى تنسجم داك العطريه مع داك اللحم. صافي وكنشدوها كنشدها البنات وكنديرها على حسب الافراد اللي عندنا، على حسب الكميه اللي انا اللي حنا محتاجينها. صافي وكنديرها ان شاء الله في البلاستيكات وكنديرها في المجمد. وقت اللي احتاجيتها كنخرجها حتى دي كونجلا، يعني يدوب منها الثلج. عاده كندير ليها الربيع مقطع قزبر ومعدنوس، وكندير فيها بصيله مقطعه هي رقيقه، وكنخليها اللي حتى تطلق فيها هذيك الربيع وهذيك البصيله. صافي كندوزو كنشويوها بحال ما كالبنات. الكميه اللي انتي بغيتيها محتاجاها كديريها. صافي وكدير البنات كتشويها، كيجي البنات اللحم شارب العطريه وكيجي بنين بنين بمعنى الكلمه، وكيجي فتي وكيجي رطب. هذه البنات هذه هي الطريقه اللي انا كندير. كنتمنى انكم البنات تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله في التعليق. وما تنساونيش البنات من لي لايك ومن البارتاج ومن الاشتراك في القناه اللي ما مشتركش، وتضغطوا البنات على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله جديد القناه. وما تنساونيش من لي لايك ديالكم البنات ومن هذاك التعاليق ديالكم الزوينه، وان شاء الله هانتوما غتشوفوا كيفاش الحيمات ديالنا كيجيو في القطبان بحال ما راكم اللي كنديرهم في القطبان، كيجيو بنان البنات. ومشاهيتكم، وغنخليكم ان شاء الله دابا مع الطريقه ديال اللحم ديالنا. هذه هي البنات هذه هي الوصفه ديالتنا اليوم. نتمنى منكم البنات ما تنساونيش ودعموني ان شاء الله باش ان شاء الله يكون توصل القناه تاعنا تطلع ان شاء الله بفضلكم نتوما يا وبدعواتكم يا ربي. واستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله وقوته.